وأنت في وراءك آخرة وسعادها سعيها وهو مؤمن فأولئك من سيدنا كيران رفرقوم رفرقوم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم الآخرة وسعى لها
ومن أراد
va. Thank you.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Yeah.
Allahumma
فإنه له عدو مبين وعلى كل هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يوم بما كنتم تكفرون ولا نقول إلا أخبارنا أكثرهم ولا يهدينهم وتشكرهم بالأسلام ينسبون فمن شاء وسبح إلى أعلامهم ونقصهم فقط لا ينزلون ولما شاء وسبحناهم عن أداء فمن استطاعوا إلى ما يهدون ومن يعملون نفسه الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن لمن كان حيا ويحيك القبر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فدللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام من يرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأوكل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تجزون لقبلها من جذب الغيوم وقيل من راى وذاق العام من ذات المأرارة المفتوحة أسمى مفتوحة المكان ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال خلاك وكانت الصبور هي المأوى إلى ميقات يوم الثلاثة اللهم بارك لنا في الدار الأولى وأوصل اللهم ذلك الثواب وثواب مثل ثواب ذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا مولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا ومشايخنا وأستاذنا وأهل ودنا وأولي آبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن حسن إلينا ومن ظلمناه أو أساناه إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح من قصدنا هذا القراء الكريم لأجله
الى روحي عبدك بفنائك وعبدك ورحمتك. وقرأنا القرآن العظيم، قرأنا القرآن العظيم لك اللهم اجعل الفداء له من النار ونقذ له من النار من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة، وبلغ ثواب ذلك إليه وارحمه رحمة واسعة، واغفر له مغفرة جامعة، واصرف بركة ذلك على أرواح والدينا وصحبتنا من وجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين، واغفر له وارحمه وجمعنا معهم في دار كرامتك ومنتصر رحمتك ومحل عبدك وقرآنك مع عباد الصالحين اللهم اجعل فينا وبهم عاجلا واجلا في الدنيا والاخره، انت له الاهل انك عفو غفور جواد كريم ونختم بها سورة الفاتحة. Oh!
محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي دائم قائم فاضل عادل لا ينام ولا يموت ولا يزول أبدا ذو الجلال والإكرام، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب، وفيها نعيدكم للدود والتراب، ومنها نخرجكم للعرض والحساب. بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا عبد الله ابن أمة الله، يا داد ابن منايش، اذكر العهد الذي خرجت من دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. يا داد الموت حق، ونزول القبر حق، والسؤال حق، والجواب حق، والبعث حق، والحشر حق، والحساب حق، والميزان حق، والقصاص حق، والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن رؤيا الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا داد ابن مناشة، هذا أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن يا داد ابن منايش، يأتيك الملكان الكريمان، هما منكر ونكير، فلا يفزعك ولا يرعبك ولا يهولك، لأنهما خلق من خلق الله تعالى، كما أنك خلق من خلقه. فإذا أتياك وسألاك وقال لك: من ربك ومن نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه، فقل لهما: الله ربي. وإذا سألك مرة ثانية فقل لهما: الله ربي. وإذا سألك مرة ثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف ولا فزع: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلوات فريضتي والمنهاج شريعتي والمؤمنون والمؤمنات كلهم إخواني وإبراهيم الخليل أبي، وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث غدا إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة، تمسك يا عبد الله بهذه الحجة، تمسك يا عبد الله بهذه الحجة، وأنك تقيم في هذا البرزخ إلى يوم يبعثون.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي سيدي. وتسلم من سورة الفاتحة. الحمد لله. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اغفر له وارحم مسكنه مكانا في الجنه. اللهم اغفر له وارحم مسكنه مكانا في الجنه. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه مكانا في الجنه. واجعل اللهم قبره روضه من رياض الجنه وجعل قبره روضة من رياض الجنة. ساق الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكناه آلاء فراديس الجنان. اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود في سدر مخلود وطلح منضود وظل ممدود مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله عليه وسلم محمد يزمنوا في زي زلتنا زهاي باوين غارة رب العالمنا باوين رحمة زينجي يلا هم كانت بانغا الهوى اللي جهو بابا نونغا موناو اللهم